اهتماما بتطوير مخرجات التعليم، يأتي الملتقى الثاني لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المؤسس تحت عنوان أفكار إبداعية وتجارب رائدة في تعليم العلوم الإنسانية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الإنسانية لها أهميتها في بناء الإنسان وتثقيفه، وهذا يعني يأتي ضمن هذا الإطار، هذا تفعيل الأنشطة العلمية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتعريف المجتمع بها، وأيضا تنشيط واكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي. كلها هذه من أهداف الملتقى الذي يقام للمرة الثانية على التوالي. هذا الملتقى يسعى للاهتمام بمخرجات التعليم على مستوى كليات الآداب بجامعات المملكة في دورته الثانية، حيث تمت إجازة أكثر من 22 بحثا علميا لتصبح أمرا واقعيا. العنوان هو أفكار وتجارب رائدة في التعليم. خرجنا من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي. الملتقى الأول كان نظري في العلاقة بين التخصصات، هذا الملتقى لهذا السنة هو ميداني تطبيقي عملي، كيف ما يمارس الزملاء في قاعات التدريس تحول إلى أبحاث يستفيد منها باقي أعضاء التدريس، محاولة لنشر مهارات وتجارب أعضاء التدريس في التعليم، وبالتالي ستنعكس على قدرة طلابنا على تلقي المعارف والمعلومات بطرق عملية أكثر من الجانب النظري المتعودين عليه. هذا الملتقى شكل حراكا علميا كبيرا على مستوى الجامعة، مما جعله يكون امتدادا لملتقيات قادمة بإذن الله، حيث قدمت أكثر من 4000 بحثا علميا على مستوى الدراسات العليا بالجامعة ليتم اختيار الأنسب منها. هذا الملتقى الثاني لكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز يخرج عن الإطار والمألوف، حيث يتجه إلى الميدان لإثبات وتحقيق النظريات العلمية عبر الممارسة. عبد الله الغامدي، الإخبارية، جدة.